الرئيس السيسي يؤكد أن القواسم المشتركة بين مصر والهند تجعل منهما جسراً للتلاقى والحوار. بحضور الرئيس السيسي، القوات المسلحة المصرية تشارك في عروض احتفال الهند بيوم الجمهورية. رئيس الوزراء يتفقد جناح البورصة المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما يجمع بين مصر والهند من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط ثقافية وثيقة يجعل من البلدين الصديقين جسراً ملهماً للتلاقي والحوار والتعاون. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها خلال مأدبة العشاء الرسمي بالقصر الجمهوري الهندي الذي أقامته رئيسة الهند دروبادي مورمو تكريماً له. كما أكد الرئيس السيسي على أن التوافق في وجهات النظر الذي ساد في المحادثات مع رئيسة الهند يعكس اقتناعا راسخا بضرورة مواصلة التضامن لتحقيق أهدافنا المشتركة في مختلف المجالات، استنادا إلى الروابط التاريخية والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها مصر والهند. شاركت القوات المسلحة المصرية في عروض احتفال الهند بيوم الجمهورية صباح اليوم بالعاصمة نيودلهي، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ورئيسة الهند. تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه عددا من الوزراء جناح البورصة المصرية خلال افتتاح فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقامة تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير تحت شعار على اسم مصر نقرأ نفكر ونبدع. افتتح وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الطيران والتصدي لآثار التغيرات المناخية. يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والبيئة لدعم العمل البيئي تنفيذا لخطة الدولة المصرية في خفض معدلات التلوث والحد من آثار التغيرات المناخية.